هذا القرآن ليس كلام الله. الله يجب أن ننزه الله عن أن يكون هذا القرآن صادر من الله. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان محاضرة بعنوان الإسلام الأصولي والإسلام الحداثي التي استضافها مجلس محمد بن زايد رمضاني الليلة الماضية في قصر البطين، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين. حامد المحشني والتفاصيل. الإسلام الأصولي والحداثي هو عنوان المحاضرة الثالثة ضمن سلسلة المحاضرات الرمضانية لمجلس الشيخ محمد بن زايد لهذا العام، حيث استضاف المجلس المفكر الديني السيد أحمد القبانجي الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لتيار الإسلام الليبرالي في العراق، ويعد من مؤيدي التسامح الديني المعاصر والليبرالية الدينية والليبرالية الدينية والليبرالية الدينية. وأشاد المحاضر في البداية بالدور الذي يقوم به مجلس الشيخ محمد بن زايد، واعتبره من أهم المنتديات الثقافية التي يتم فيها الحوار والمناقشة في مختلف القضايا. الإنسان المعاصر يعيش مشكلة مثلا العبثية والقلق وعدم الطمأنينة وعدم الرؤية الواضحة للعالم. يأتي الدين يبعث في الإنسان السكينة والطمأنينة، لا يأتي يؤسس قوانين، لا يأتي يؤسس قوانين، لا يأتي يؤسس قوانين. وتحدث المحاضر عن العلمانية بأنها لا تكتفي بفصل الدين عن الدولة، بل بفصلها عن الأخلاق والحقوق والقضاء والاقتصاد وغير ذلك، وأن الفقهاء وقفوا ضد العلمانية واختلفوا فيما بينهم، ما أدى إلى انحصار الإسلام الأصولية وتراجع لصالح المطالبة بالحكومة المدنية في كثير من الدول الإسلامية، وأن أسلمة المجتمع بالقوة والإجبار أنتج النفاق والازدواجية في الشخصية المسلمة. وشدد المحاضر بالقول بأنه لا يوجد فكر ديني كامل، بل هناك دين فيه حب وقيم وإيمان بالله ودعوة للخير. ونريد من خلال الأدلة والشواهد البينة إثبات هذه الحقيقة، حقيقة أن هذا القرآن ليس كلام الله. سنكشف بالأدلة والوثائق أن هذا الكلام صادر من قلب محمد. شوف التهافت البلاغي موجود في القرآن وغير موجود في نهج البلاغة. التهافت البلاغي واضح، وهذا يعني أن الله يجب أن ننزه الله عن أن يكون هذا القرآن صادر من الله. علمون أن السيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي من أعظم فقهاء الإسلام والشيعة، لا يقولون أن القرآن معجزة بلاغية، كما أن الإمام علي في نهج بلاغة جميع علماء الشيعة يقولون فوق نهج بلاغة فوق كلام المخلوق. يعني الإمام علي يمكنه أن يتحدى جميع البلغاء العرب على الإتيان بمثل نهج بلاغة ولا يستطيعون الإتيان بمثله. هل هذا القرآن كما لقنونا أنه كلام الله؟ وهل لا يمكن لبشر أن يأتي بمثله؟ أنا أنقل لكم مقاطع من نهج بلاغة ومقاطع من القرآن وأنتم أحكموا. أن المسلمين أتوا بمثل القرآن وأتوا بأفضل من القرآن، لكن ماذا؟ لكن لم يتحدوا القرآن. يخافون؟ أي واحد يقول أنا أفضل من القرآن يقتل. واضح، إذا لم يكن نهج بلاغة أبلغ من القرآن فهو على مستوى واحد. نقرأ بعض النصوص مثلا في نهج بلاغة. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم. شوف الكلمات العميقة والبلاغية بأوجز جمل وأوجز كلمات وأبلغها. ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، وهكذا يستمر. مثلا في خلق الملائكة، ثم فتق ما بين السماوات العلى فما لهن أطوارا. مثلا
يقول لابن الحسن: أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت. كلها واحد، كل مبتدأ ينسجم مع الخبر. وقرره بالفناء، وبصره فجايع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين. من يقول مثلا، شوف شوف الروعة، هذه الروعة ما موجودة في القرآن، هذه الحكمة، الحكمة هاي، هذه تعد تسمى في علماء الأخلاق يسمونها القاعدة الذهبية للأخلاق، يعني أصل الأخلاق. هذه الأصل الأخلاق، هذه القاعدة غير موجودة في القرآن، موجودة في نهج بالآخر. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. شوف ايش قد حلو، ايش قد احترام. مو لا تعقلون لا تفقهون، لعلكم تعقلون لعلكم. صيغ القرآن كذلك دائما. شوف شوف الحكمة مع الخلق. ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. هسه نجي سورة من القرآن، زين، لإلاف قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. زين، هذا الكلام ويا هذا كلام الأمير، أيهما أبلغ وأيهما أنفع؟ بس هذا شو نفعنا؟ هذا قريش كانت عدم رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت. المقارنة ليش إحنا ما عدنا هذا علم، علم المقارنة يكشفه كثير من الأشياء. لحد الآن علماء الإسلام مصيبة أنه لأنه عدوا بذهنهم تلقين أنه هذا كلام الله، ما حاولوا ولا مرة أن يقارنون مع نهج بلاغة، مع الشعر المتنبي، مع شعر الجواهري. فالشيء عظيم. زين، إذن يكفرون بالله وبالقرآن وبالدين. بعضهم الناس يقول لا، كلها صحيحة وكلها من الله، فيغطون على عقولهم ما يشوفون هالإشكالات. يقول لا، لا تسأل، لا تسأل، لا تطرح شبهات، فيظلون بخانة العميان. دول متدينين كلهم عميان، ما يردون يفكون عقلهم. ثبت أن القرآن مستحيل يكون من الله. العلمانيين والشيوعيين والربعنا اللادينيين يقول هذا، إذن هذا محمد هو تشذب على الله، تشذب على الناس. إحنا هم نقول هذا من مو من الله، هذا القرآن، هالتناقضات، هالأشياء اللا أخلاقية، اللا بلاغية، اللا علمية بالقرآن كثيرة. ولكننا نعلم أن هذا القرآن مستحيل يكون من الله، اللي الله لا شوف إيش قد بيظلم، إيش قد بيعذاب الظلم والتجسيد، وعند عرش ويحمل عرش ربك ثمانية، ويأمر بالقتل والتعذيب، وجبار ومنتقم، ويمكر ويخدع ويستهزئ ويغضب. هذا القرآن مو هو كلام الله، تفسير كلام الله. فالقرآن تفسير للتجربة الدينية والقلبية التي كان النبي يعيشها مع الله.